السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مخاطر علاج الأسنان ما بين الحقائق والإدعاءات. موضوع كبير وقديم، ناس اتكلمت فيه كتير واتفتح قريب، علشان كده احنا هنفتح الموضوع ده من وجهة نظر تانية خالص. اولا، هي لعنة معلومات وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى ان انت لما تيجي تشوف، لو جيت بمنتهى البساطة وكتبت على جوجل علاقة الأسنان بأعضاء الجسم، وقريت شوية هنا وشوية هنا وخدت صورة من هنا لهنا ورحت حاطط عامل جروب أو موقع أو بوست أو واتيفر، وابتدى الناس تعملك فولوينج وتاخد المعلومات بتاعتك، تيجي تبص على المعلومة دي تلاقي هذا هو دس السم بالعسل. أرجوكم، النهاردة احنا هنتكلم بطريقة مختلفة شوية، يمكن احنا هنا هنتكلم عن الفكر. شوف الجملة دي فيها ايه. البكتيريا ليست السبب الوحيد، ولكنه السبب الرئيسي والخطير جدا، هو دس السم بالعسل. يعني يقولك بين البنين، انما في الاخر بيدينا المصيبة ان هي حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا وقاتلة جدا. ده يبتدي ولا عندنا اللمبة الحمراء، هتشوفوها كتير اللمبة دي النهاردة. اللي فتح الموضوع كله من اسبوعين ثلاثة فاتوا الويب سايت دوت، وحصل ان الراجل ده اتكلم الدكتور وقال حاجات كتير قوي كانت تهديد وسببت بلبلة كبيرة جدا عند البيشنتس وعند الدكاترة في نفس الوقت. هاخد منها الجملة دي اللي ولعت عندي لمبتين مش لمبة واحدة. ده التخصص بتاعنا بقى. الراجل ده بيقول بالمطلق ابتعد عن اي حشو عصب جديد باي شكل. تاني، العلم هنتكلم فيه المرة الجاية. انا هنا بتكلم على الفكر، مصداقية المعلومة اللي احنا بناخدها دي. الجملة دي بتنسف اي تخصص، بتنسف العصب تماما، والعيانين والدكاترة وكل حاجة في الدنيا. طبعا لهول الموقف اتفرجوا، انا سريعا اضطريت اعمل ايه، عملت كليب في الاخر خالص وريت للناس سنين، كانش قدامي غير كده، علشان الناس تطمن بس سريعا ان انا عندي علاج عصب وعندي حشوات زئبق رصاص ملجم وتفر، ولغايه دلوقتي لسه عايش مبسوط قوي، ما عنديش اي مشكله خالص. ايه رايكم بقى؟ ده الكلام اللي انا بقوله. مع كل الاحترام، انا تواصلت مع الدكتور كريم، وده الناس اللي عايزه تعرف تفاصيل تقدر توقف الفيديو تقراها. في النهايه احنا اختلفنا جدا، الراجل كان محترم معايا ولا زال فكره مخالف تماما للواقع وانا اجرمه تماما، ومع هذا لا زال الاحترام بيننا قائم، لان الراجل قلت له لو كتبت عملت حاجه تانية اهم هروح اهاجمك برضو بنفس الموضوع ده تاني. اصل القضيه كلها لو نرجع ورا شويه، كل شويه بتطلع، ده الفيلم اللي اتكلمت الناس كلها اتكلمت عليه. انا باصص للناس اللي حللت الفيلم ده بطريقه تانية شويه. الفيلم ده نزل بالنتفليكس في يناير 2019. شوفوا هول السلوجن اللي كان معمول بيه، there is nothing to smile about، يعني اسنانكم دي اللي انتوا فرحانين بيها وهوليود سمايل دي انتوا فرحانين على خيبتكم، مؤاخذه يعني. طبعا اتحركت جهات كتيره قوي وسحبوا الفيلم ده الامريكان اسوشيشن ادانس، هنتكلم بقى المره الجايه لما نتكلم في العلم، بس عشان العامه انا بكلم هنا العامه عشان يفهموا الفكر الخاطئ اساسا يعني. اتحركوا الجهات العلميه الاكاديميه المختصه والمعنيه، وتم سحب الفيلم من السوق في فبراير 2019 تحديدا 26 فبراير. يعني الفيلم قعد شهر وشويه يمكن في الاخر خالص. هنقف هنا بقى، احنا النهارده بنتكلم على فكر مصادر المعلومات. يعني ايه؟ انا مش هاخدكم بعيد قوي، بس الناس اللي بتتكلم في هذا الاتجاه لهم تاريخ في اللترتشرز، سموهم نفسهم طب تكميلي، طب بديل، طب تكميلي والبديل، كل دي مسميات هتلاقوها، دي مصادر المعلومات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي. وفي الاخر خالص طلعوا بقى الطب الشمولي او الهوليستيك ميديسن، اللي كل الناس دلوقتي سمهاو سادنلي بقوا اكسبرتس في الهوليستيك ميديسن، وانا اساسا ما اعرفش هما بيتكلموا في ايه يعني. المهم في النهايه عشان افهم الفكر ده، استحملوني دقيقه واحده بس، هكلمكم عن جان لوك. جان لوك ده اللي هو المنير المستنير، بيتكلم بالمنطق والفكر بتاعه، اللي بيوصف هذا نوع من الطرح بما يسمى حجة الجهل أو مناشدة الجهل، appeal to ignorance. الناس دي فكرها معمول على إيه؟ عشان بدل ما نجري ونقعد نشغل نفسنا في إننا
نتخانق معاهم هم كاتبين غلط او قايلين غلط او بيدونا معلومه غلط، لازم نشتغل في دماغهم هم نفسهم من الاول. الناس اللي بتفكر بالطريقه دي بتفتقر للمصداقيه البيولوجيه. يعني ايه؟ يعني يعمل لك فرضيه غير مجربه وياخد منها حقيقه مجرده. مثال، لو راحوا اخذوا اجساد المتوفيين من المقابر وبصوا في اسنانهم، لقوا مثلا 60% من الناس المتوفيين دول عندهم علاج عصب. خلاص بقى كده 60% من اللي عمل علاج عصب بيموت، او اللي بيموتوا 60% لازم يكون عندهم علاج عصب. حقائق غير مجربه وليست حقائق طبعا، غير قابله للاختبار. يعني اختبر ايه بقى؟ اعمل علاج عصب وموت الراجل، او اموت الراجل واعمل له علاج عصب بعدها؟ قصص غير مفهومه واسلوب مزعج جدا. يعني هم بيغلطوا في المنطق الرسمي، وعارف المتهم بريحه تسمى بيان ادانته، يلا هي كده اتصرفوا انتوا بقى. الاقتراح بتاعي صحيح الى ان يثبت العكس. طب يا عم، طب الاقتراح بتاعي انا، انت اقتراح خاطئ لانه لم يثبت صحته. طب ما انا مديك دلائل وحقائق برضو مش راضي تقتنع بالحقائق في النهايه. عشان كده ايه؟ لان هو اساسا متبرمج فكره لا يسمح ان تكون اجابه غير معروفه. هو عنده اجابه لكل حاجه، بتوع جماعه الطب البديل دول مع كل احترام لهم طبعا. يعني تفضل اللمبه الحمراء تنور. نرجع للفيلم تاني، بركز على مصدر المعلومه. شوفوا الفيلم ده اداني معلومات كتير قوي، هتلاقوا فيها مصايب سود مذاكر الرجاله. هتشوفوا ده اللي انا هاخد منهم، عمالين يخبطوا في دماغي ما تكملش ما تاخدش. اتفرج، ابتدى بنيه صافيه وقال لك اطباء الاسنان ده مذكور في الفيلم، يعني مستعدين ان هم يعملوا اي حاجه بيتريقوا علينا يعني لانقاذ المريض. طب ده كويس، لكن وحتى لو كان ذلك يعني وفاه المريض نفسه، يعني بيضحي بالجنين بالام عشان الجنين يعيش. فكره كل ده عايز يبرر المعلومات الخاطئه اللي هيديها لنا بعد كده. شوف بقى لما يصل سوء النيه بصناع الفيلم، دي تكنولوجيا حاجات يعني اتصرف عليها مصاريف كتير قوي، وتبقى مقريه لاي حد بس بيفكر شويه. من اساسه المفروض لو اي حد بيفهم من السيناريو ده يعرف ان المعلومات اللي جايه دي لا مصداقيه لها، ان اللي بيبعت لي المعلومه نفسه كده هاخد منه مصداقيه ازاي؟ لو طلع 9 صح وواحدة غلط انا هتأذي منه في الاخر. لسوء النية بقى، احنا كطلبة معروف ان احنا واحنا طلبة بنشتغل على اسنان بلاستيك، ياخد هدف نبيل، هدف النبيل ده يحوله الى فكره السيء. بمعنى ايه؟ شايفين هنا ده دلوقتي احنا بنشتغل واحنا في الجامعة للمرضى بنطمنهم، بنشتغل على اسنان بلاستيك وبعد كده بنشتغل على، شوفوا موديل الدكتور قاعد اهو، قاعد والست واقفه معاه بيتفرجوا على اسنان بلاستيك. ده اسمه ليرنينج كيرف، انا بتعلم بره الاول لغايه ما اتقن، وبعدين ابتدي اتعلم في اللحم والدم في الانسان. لسه ما بتتخدش كده، حتى هذه ياخدوها يحولوها الى بسوء النيه لانها عشان يخدم الغرض بتاعه، هو مش بدار على حقيقه، هو عايز يطلع صح وخلاص. فاكرين ما اتكلمنا على الفكر في البدايه؟ طيب عمال يطلع معايا الكيرف اهو، اللمبه الحمراء عماله تنور اكتر، سبتها لكم ولا اصلا انا يعني. قال لك تم اختراع العلاج ده للاغنياء بس، لان هم اللي رفضوهم خلق اسنانهم. زمان العبيد هم اللي كانوا بيخلقوا لهم سنانهم لما يتعبوا، مع ان اسنانهم كانت بتبقى حلوه جدا، لكن هم قالوا لهم ايه؟ شوفوا لنا حل مش عايزين نخلع اسناننا، فاخترعوا لهم علاج العصب. هل هذا فكر يؤخذ منه ويراد؟ استغفر الله العظيم يا رب. الكلايماكس بقى، لا يوجد مكان يترك فيه الجسم خلايا ميته الا عصب السن. السن اللي معمول لها عصب مش ميته، هتشوفوا لما نيجي نتكلم في الحلقات اللي بعد كده عن السن نفسه بقى وطبيعته يعني. اوكي، خلي بالكم انا هنا شطبت كلمه فكر، خلاص مبقاش في فكر هنا، الناس دي عماله تخرف يعني. بيقول لك علاج العصب بيسبب الارق والوهن والاكتئاب، يا نهار اسود، وامراض القلب والسرطان. فاضل ايه؟ انت بقى واللي انا بخاطبك كعام هتاخد ايه من الفيلم ده كله؟ للحق، انا عشان كده المصادر دي مش هتكلم فيها انا لان ده علم. الناس دي كان عندها مصادر ليها ريفرنسز، صحيح ده واحد من 1920 وده واحد بتاع قلب وده واحد بتاع كيمياء اصلا، لكن في النهايه بيطرحوا علم شويه يمكن ان ترد عليهم فيه، مش هنتوه الناس، ده بعد كده هنجيبه في الحاجات التانيه. المشكله كانت مع الدكتور والمصادر بتاعته. انتوا يا جماعه بتقروش، روحوا اقروا المصادر هتلاقوا ان الكلام ده لا يصدق. ادي اول واحد واثنين بالترتيب كده من اللي موجودين قدامكم دول، اهم دول الاثنين هنا، دول اول اثنين موجودين هنا اللي هم ليهم علاقه بعلاج العصب. الراجل طبعا اتكلم في الزئبق واتكلم في الفلورايد واتكلم في حاجات كتير قوي. انا خدت الاثنين دول لان هم لهم علاقه بالتخصص بتاعي. ايه يا سيدي بقى؟ خلينا نشوف اول واحد قالت ايه.
حاطين في الويب سايت بتاعهم، ودول اللي قال لك ايه قصتهم الناس دي بقى، دي ناس اللي خدنا المعلومه ان انا المفروض اسيبها اقعد ادافع عنها واسيب دماغ الناس اللي عماله تخرف هناك. الناس دول عباره عن ايه؟ مستر ويل ومدام سوزن، دول هي سوزن دي واحده كانت سنانها بتوجعها، دي قصتها اللي مكتوبه ايرو، كانت سنانها بتوجعها راحت للدكتور عندها التهابات في اللثه، قال لها محتاجه عمليات، قالت له بس لا انا مش هعمل عمليات. اختفت سنه وعالجت نفسها بخلفيتها من طب الصيني، وراحت له بعد سنه بص في بقى الراجل ايه ده مش ممكن، ده انا كنت غلطان، ده انت اسنانك زي الفل. بقت خبيره اجنبيه وبقت بتقرا وبقت بتعمل لنا توصيات، وبقوا الناس بياخدوا التوصيات بتاعتها دي واستشهدوا بيها، وتظل المعلومه تلف تفر وتفتر دون سند علمي لها. دي القصه بتاعتها، ده اول مصدر كان عنده. تاني مصدر، الست دي مش فاكر برازيليه ولا كوستاريكان ولا ايه، دي قصتها ايه بقى؟ دي عندها حصل عندها سرطان الثدي، اللهم احفظها، اتعالجت ما رضتش تاخد علاج، عالجت نفسها بقى بالعصاير ومش عارف ايه والكلام ده كله، خفت اول مره، رجع لها تاني انتكست، عالجت نفسها نفس الحكايه خفت تاني مره، على كلامها بالنهايه بقى عندها خبره، راحت حضرت كورسات وعملت دورات، وبتقول لك انا دلوقتي بكلمك لان انا عندي خبره وعندي تجربه شخصيه، صدقني، والناس بتصدق، مش مشكلتي صدرها ربنا يشفيها منه، المشكله كلها بقى انها عشان تخبط في علاج العصب ومش قادره توصل لحقائق معينه، ده اللي هانم عملته. راحت جايه الفيلم ده، وارجوكم انا ما رضيتش اكبر الكلام ده هنا، روحوا يا تشوفوا الفيلم يا تتفرجوا على الكلام ده، توقفوا الفيديو وتكبروه. الست دي بتقول ان طبعا للفيلم ان علاج العصب يؤدي الى ضعف الانتصاب وقصور في العلاقات الزوجيه. اي واحد عامل علاج عصب ممكن يكون ده سبب. هل ده منطق يعقل يا جماعه؟ هل ده منطق ناخذ بيه المطلق كده؟ تاني، هي دي المشكله اللي انا ابتديت عليها الحوار كله، ابتعد عن اي حصو جديد باي شكل مطلق. مرة جاية بقى نتكلم في العلم ان شاء الله. وهي دي المحصلة، انا عشان اطمنكم هنوصل لكده في المحلقة الجاية او اللي بعدها مش عارف، بس في النهاية الجملة دي خدت مني 3-4 ايام عشان الاقيها. اللي بيتداول في الميديا المخاطر قائمة من المرض، قائمة وليست مثبتة، فالمرض ممكن يكون ليه علاقة بصحة الجسم، وهنتكلم فين وازاي، وفي ناس بايونيرز ومصريين في الحاجات دي، دكتور اشرف فؤاد شابل هيل في نورث كارولاينا بيعملوا شغل، وفي يعني في علاقه بين التهابات اللثه وامراض القلب وناس بتوع الديابيتس وامراض اللثه، قصه هنتكلم عليها المره الجايه. بس المشكله لم تكن ابدا في علاج الاسنان الصحيح، ودي ماي تيك هوم بوينت اند ماي ستار، ودي النصيحه الاخيره او المحصله، وهي دي النقطه اللي هنبتدي بيها المره الجايه، ان لم تكن هناك مشكلة في العلاج الصحيح ابدا. بعد ما وجعت دماغكم بالكلام ده كله، وقبل ما اشكركم بقى والرسميات دي، التيك هوم بوينت هنا يا جماعة ان انت تروح تتعالج، مش ما تروحش، ان بالعكس، ان انت لو هتؤمن ان في مخاطر بالمطلق من امراض الاسنان وليس علاجها، فهذا هو الادعى انك تروح تتعالج، مش ان انت تخاف تتعالج او ما تتعالجش، بس كمان تروح تتعالج، تتلمس ان انت تتعالج علاج صح. واغلبنا ان شاء الله الحمد لله كلنا بنقدم العلاج الصح يعني. خلاص، الفكر، مصادر المعلومات، مصداقيه القول، قبل ما ابتدي افند في الاسباب نفسها بقى. المره الجايه نتكلم بقى في العلم شويه. سلام.